مرحبا بكم. من المعروف أن عالمنا يحدث به الكثير من الأشياء الغريبة والعجيبة التي تصيب الجميع بالدهشة والذهول وتجعلهم غير قادرين على تفسير هذه الأشياء، ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم بعضا من هذه الظواهر الغريبة التي حدثت في عالمنا وتم تصويرها على الكاميرات. ولكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب واشتراك بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. خامسا، الحلقة السوداء في سماء روسيا. من المعروف أن السماء يحدث بها أشياء كثيرة وغريبة، البعض منها يمكننا أن نلاحظها والبعض الآخر لا نرى. وفي أحدى البلاد في روسيا تم تسجيل هذا المقطع الذي يوضح ظهور هذه الحلقة السوداء في سماء روسيا. كان ذلك في يوم الجمعة 7 ديسمبر. قال البعض من العلماء أن هذه الظاهرة كثيرا ما تحدث في السماء نتيجة لاختلاف الهواء الذي يساعد على تكوين هذه الحلقات والتي تشبه حلقات الدخان، حيث أنه من قبل في إنجلترا تم تسجيل مقطع فيديو مشابه لهذا المقطع في عام 2014، كان ذلك بظهور حلقة سوداء في السماء. كما أنه من قبل قديما في سبتمبر من عام 1957 في الولايات المتحدة الأمريكية ظهرت هذه الحلقة في السماء وتم تصويرها، مما يعني أن هذه الظاهرة الغريبة ظهرت في مختلف العصور والبعض منها تمت ملاحظتها، ومن المؤكد أنها قد ظهرت من قبل دون أن يلاحظها أي شخص. رابعا، الكرة العملاقة في سيبيريا. اندهش الكثير من الأشخاص حينما لاحظوا ظهور هذه الكرة اللامعة في سماء سيبيريا. اندهش الكثير من هذه الكرة وتم نشر العديد من الصور لها على مواقع التواصل الاجتماعي دون حتى أن يعلم العلماء أي تفسير لها أو سبب ظهورها في هذا الوقت. انتشرت العديد من نظريات المؤامرة حول أن الفضائيين هم من تسببوا في ظهور هذه المواقع في السماء. حاول العديد من العلماء تفسير هذه الظاهرة على أنها نتيجة لانطلاق هذا الصاروخ والذي أدى إلى حدوث انفجار كبير في السماء، مما أدى إلى أحداث خلل في النظام الجوي والهواء، وهو ما أدى في النهاية إلى ظهور هذه الكرة الكبيرة اللامعة. ثالثا، حفرة كبيرة في السماء. ظهرت هذه الظاهرة الغريبة للغاية في سماء استراليا، حيث تمكن العديد من الأشخاص من التقاط بعض من الصور والفيديوهات لهذه الحفرة الكبيرة في السحاب. وبالفعل أن هذه الظاهرة أصابت الكثير من العلماء بالدهشة والذهول، ولم يتمكنوا من التوصل لمعرفة السبب الحقيقي لظهورها في سماء استراليا. ولكن قال بعض من العلماء أن السبب في ظهورها هو اختلاف في تماسك جزيئات السحب، مما أدى إلى إسقاط هذه الكتلة من السحابة، وهو ما يؤدي إلى إحداث هذه الحفرة. أوضح الكثير من العلماء أن السبب المؤكد لحدوث هذا الشيء هو أن يحدث معها العديد من الأعاصير، كما أن اختلاف درجات الحرارة وانخفاضها يعتبر من العوامل الأساسية لحدوث هذه الظاهرة الغريبة التي تجعل الجميع يصاب بالدهشة والخوف على الفور. ثانيا، ظهور جسم غريب في سماء الولايات المتحدة. تم نشر هذه الصورة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وأصابت الكثير من الناس بالذعر والخوف الشديد، حيث أن هذا الجسم الذي كان يظهر في السماء يشبه إنسانا ضخما عملاقا ويظهر لديها ذراعين كبيرين. تمكن أحد الأشخاص من التقاط هذه الصورة حينما كان يحاول تسلق الجبل، وحينما وصل إلى قمته رأى هذا الجسم وقام بنشر صورة على إنستغرام وأحدث بذلك ضجة كبيرة. لم يتمكن أي شخص من العلماء من الوصول إلى هذا التفسير العلمي الحقيقي لهذه الحالة، لكنها كانت تعتبر واحدة من أكثر الصور التي أصابت الكثير من الناس بالخوف والذعر الشديد. أولا، ظهور جسم غريبا في سماء زامبيا. انتشرت هذه الصورة على مختلف المواقع، وهو عبارة عن هذا الجسم الغريب ذو الأطراف الطويلة في سماء زامبيا فوق أحد المراكز التجارية. ولكن في الحقيقة يقال أن هذه الصورة غير حقيقية، وهي صورة مفبركة ومعدلة ببرنامج الفوتوشوب. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.